عقد الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي تنظمه الغرفة برعاية وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الاتحادية أعماله في العاصمة الألمانية برلين. جاء ذلك بمشاركة أكثر من 300 من صناع القرار وممثلي المؤسسات والشركات العربية والألمانية. المزيد في سياق تقرير مراسلتنا من برلين. في قلب العاصمة الألمانية برلين في فندق ريتز كارلتون، الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في نسخته 27 بمشاركة أكثر من 300 من صناع القرار ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العربية والألمانية. نحن نرى أن آن الأوان أن ترتفع مستوى العلاقات إلى شراكة حقيقية، استثمار في الدول العربية، المشاركة في جميع القطاعات. لعل أهم ما في الملتقى أنه يجمع العرب والألمان للنقاش في الأعمال والسعي لتنفيذها. يستمر الملتقى على مدى 3 أيام من 3 إلى 5 من يونيو 2024 بحضور عدد من رجال الأعمال والسفراء العرب والألمان والمتحدثين رفيعي المستوى وصناع القرار والممثلين على القطاعات الاقتصادية. يوفر الملتقى بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتواصل بين الشركات من الجانبين. تعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي أيضا تعاون وثيق، لا يزال طبعا هناك فائض تجاري كبير مع كثير من الدول العربية، لكن مع مملكة البحرين بدأت خلال السنوات الأخيرة نلاحظ بأن التبادل التجاري بدأ نمو بالصادرات مملكة البحرين، وهذا يعود لشركات بحرينية ناشطة في هذا المجال. تعد البحرين منذ وقت طويل أحد أهم الاقتصادات وأكثرها استقراراً، وهن أحد الداعمين الأساسيين لنشاط غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية. والبحرين تحتل مكانة رفيعة في منطقة الخليج العربي، وهي دولة ذات اقتصاد منفتح، وهذا ما يجعلها جاذبة للاستثمار وتأسيس الشركات في البحرين. يعقد هذا الملتقى بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية ومجلس السفراء العرب في ألمانيا وتحت رعاية وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية. تحرص مملكة البحرين على المشاركة في هذا الملتقى كل عام حاملة حزمة فريدة من الأفكار والمشاريع التي تعزز الشراكة العربية الألمانية. سارية مرزوق، تلفزيون مملكة البحرين، برلين.